معانا على التليفون احد اشهر وكلاء اللي على الكره المصريه الكابتن تامر النحاس. كابتن تامر اهلا بيك، منورني. حبيبي هاني، ربنا يبارك فيك. اخبارك ايه يا كابتن؟ كل سنه وانت طيب. الحمد لله الحمد لله، انت بقلب الحمد صحه وسلامه، ربنا يوفقك يا حبيبي. الحمد لله. هبدا مع حضرتك ب يعني بعض الامور اللي اخرها سعد سمير، اللي مشاركاته ربما لم تعد كبيره، لكن الكلام دايما على ادواره المهمه داخل الفريق، والكلام على بعض العروض اللي حصل عليها في الايام اللي فاتت بخصوص الموسم اللي جاي، فهل في جديد بخصوص سعد سمير؟ لا، هو غريبة جدا ان يبقى في كلام على عروض. يعني سعد سمير لسه موقع مع النادي في بداية الموسم لمدة 3 سنوات، ولسه له سنتين في عقده، وهو طبيعي جدا ليه مشاركاته مش قليلة. هو لعب 4 5 مباريات بس جات له إصابة في الخلفية فأخرته شوية وبيشارك. فأنا شايف ان هو في الطريق الصحيح لانه يكمل، ولا مفيش كلام خالص انه يتحرك، لا من اللاعب ولا من النادي. بالعكس بالعكس، ما يعني انا شايف ان حتى الدور اللي حضرتك بتتكلم عليه هو دور ثانوي. أيوة. بيقوم بيه بقاله فتره، لكن الدور الرئيسي هو اللاعب. اللاعب طبعا، والاحتياج ليه شديد. يعني احنا لو بصينا على عدد الاهداف اللي دخلت في النادي الاهلي الفترات اللي فاتت، تقول لا يعني ان شاء الله هيبقى له دور، ودور كبير في الفتره القادمه. يعني موقف اللاعب واضح وهو الاستمرار في الاهلي. طبعا موقف النادي نفسه، والنادي موقف نفسه. النادي ممتاز. موقف النادي واضح جدا في دور سعد سمير الفني. ثم القيادي، دي قصه يعني بنقول عليها دايما، ده دور هو بيقوم بيه اصلا من غير ما يكون كابتن من كباتن الفريق. تمام. فالموضوع مش موجود. وطبعا هي القصه كلها ان ممكن يبقى الانديه الاخرى او الوكلاء او غيرهم ممكن يبقى فيه ترشيحات، فالناس بتفكر شويه. تمام. مين في الاهلي ممكن ما بيشاركش، او مين في الزمالك. لكن الحقيقه ان النادي الاهلي وسعد علاقة جيدة جدا جدا، ومستمرة ان شاء الله لحد نهاية العقد. طيب عمرو السولية، هل في جديد بخصوص التفاوض من اجل تمديد تعاقده الفترة المقبلة؟ والله يعني احنا طبعا في كلام اليومين اللي فاتوا دول، واحنا قريبين جدا، يعني في قرب شديد في الموضوع. كان في بعض الكلام على بعض العروض، لكن في الاخر الظروف اللي بيمر بيها الدوري في تأخر يعني الدوري لسه يعني ممتد كمان لحد نهايه الشهر. فان شاء الله انا شايف ان الظروف اللي فيها الاهلي والمنافسه على الدوري الشديده اللي قدامها 20 او يمكن اقل 20 يوم او اقل كمان 20 يوم، هتخلي الامور اللي هي وصلت للمراحل النهائيه تنتهي بعد نهايه الموسم على طول. طيب ممتاز، انا بشكرك جدا كابتن تامر، وبالتوفيق باذن الله في المرحله المقبله، وللاعبيك كمان اللي حضرتك وكيل لهم.